السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد السعيد موسى صاحب عرف دهب ميلانو. دايما زي ما تعودنا بعد صلاة الفجر نصلي الفجر والحماس لكل الناس. الشغل أهم حاجة، احنا قلنا لازم تحبه وتنزل بعد صلاة الفجر على طول علشان البركة كلها بعد صلاة الفجر. زي ما بستقبل التليفونات زي ما انتم شايفين، كل دي استقبال تليفونات، كاميرا مش واضحة قوي، كل دي استقبال تليفونات على الصبح. مبسوط ان كل الناس ديت صاحية وقايمة تشوف مصالحها، مبسوط ان الناس دي بدأت تشتغل في الخطوة الصح. زي ما قلت لكم امبارح ان النهاردة اللي عايز يشتري يروح يشتري العجلات اللي هي يبدأ معاها تحت عشر عشان تاخد معاها موسم الصيف كله. طيب العجلات ديت انت بتأكلها ايه او بتاكل ايه؟ علشان مهما كان برضك احنا هنقعد سنة كاملة نصرف عليها، صح ولا لا؟ العجلات ديت بتاكل 4 كيلو علف بروتين 16% حلاب من بتاع دهب ميلانو اللي هو المكبوس سعره كويس. النهارده برضك الاسعار بدأت تنزل، ربنا يسهلها والاسعار تبدأ تنزل حبة بحبة. بتبدأ تديها 16% من حلاب لحد اللي هو اما تعشر وتوصل لحد الشهر الثامن. بعد الشهر الثامن ببدأ ان انا اديلها البروتين 21% لان دي بهايم ولشتاين، على اساس ان هي تحضر معايا. بنبدأ نديها 7 كيلو علف في اليوم. دي يا جماعة الخطوة الصح اللي انت تبدأ تشتغل بيها النهاردة. دايما لما الناس تروح بتشتري عجلات احنا بننصحهم ان هم يروحوا يشتروا العشر الخفيف، ما يشتريهاش العشر التقيل على اساس ان هي ما تحضرتش كويس. لو انت جبتها عشر خفيف، عشر خمسة، عشر ستة، وحضرتها عندك تحضير كويس، هتديك انتاجية لبن عالية وهتحصل التانية، يعني هي هتحصل التانية. فده يا جماعة ان احنا بنقول انك النهاردة علشان تروح تشتري بهيمة بتكلموا في 75 والأسعار الغريبة اللي احنا بنسمعها ده، فانا اقول لك لا، يبقى كده حرام وانت كده هتخسر معاها. يبقى وبعدين الشتاء بدأ يخلص زي ما قلت امبارح في الفيديو بتاع امبارح. دي نقطة. النقطة التانية والنقطة المهمة انا اتكلمت فيها كتير قوي، اللي هي التهاب الضرع في البقر والجاموس والاغنام، في اي حاجه، اي التهابات ضرع. قلت ان انت ما ينفعش تشتري بقره ناشفه او جاموسه ناشفه. البهيمه الناشفه كل المكالمات اللي بتجيلي لما جيت تولد يا عم محمد لقينا فيها بز، في مشكله. كل المشاكل اللي بتيجي في الحاجات دي. قلت ما ينفعش تشتري بهيمه فيها التهابات في الضرع، ما ينفعش تشتري بهيمة فيها نشفة، لأنك أنت لما تيجي تحلبها هتلاقي النتيجة قدام عينك. يبقى لو حصل عندنا التهابات، زي ما سمعت امبارح واحد بيقول لي عم محمد أنا نشفت البقرة وبعد ما نشفتها بثلاث أربع أيام حبيت إن أنا أديها المحائن في الربع. بقول له أنت يعني مين اللي قال لك حاجة زي كده؟ مين اللي قال لك ان انت تعمل حاجه زي كده؟ اول هام يا جماعه، لو عايز توجبها مفيش مشكله، لو عايز تنشفها مره واحده برضك مفيش مشكله. يعني ايه انشفها مره واحده ويعني ايه اوجبها؟ يعني النهارده لو البهيمه بتجيب 10 كيلو لبن، دخلت عدت خلصت الشهر السابع، دخلنا في بدايه الثامن، اقوم داخل حلبها ومصفاها كويس ومدي في كل ربع محقن تنشيف، وبعد ما بديها المحقن التنشيف ادخلها، ما تنفعش تاكل الاكل الحلاب، ادخلها على اسبوع دريس ناشف بحيث ان هي اما ترفع اللبن بتاعها. اتابع البهيمه واحسس على الضر بتاعها من فوق بس، ما ينفعش ان انا اقرب عند الحلمات واشد اللبن. اقرب عندهم في حاله واحده بس، لو انا لقيت في ربع ورم بدأ يحجر عن التانيين، ان انا اتابع، بس يكون ورم محجر مش
صوابع بيتعلم فيه طرف ايدي، لا في فرق ما بين الترهلات وفي فرق ما بين التحجير، دي نخلي بالنا منها. دي في الحالة دي ان انا اصفي الربع لو هو محجر اصفيه وارجع اديله محقن بتاعت التهاب الضرع لمدة 3 أو 4 أيام، كل يوم أصفيه كويس وأديله المحقن في الربع. المحقن مهم جدا يا جماعة، المحقن إني لازم أدي المحقن في الربع. 3/4 الحاجات اللي هي بتيجي والمشاكل اللي هي بتيجي والربع ضاع والربع باظ بسبب إن اللي جه يعالج إدى حقن مداش المحقن. المضاد للالتهابات مطلوب، المضاد الحيوي مطلوب، بس المهم المحقن. انا لو صبعي اتعور ما باخدش حقنه، الاول بعالج ولو حصل في ورم في اي حاجه بناخد الحقن، صح ولا لا؟ بس اهم حاجه ان انا اعالج صبعي اللي هو اتعور. انما انت ما تسيبش الربع البايظ وتروح تدي حقنه للبقره كلها او للجاموسه كلها او مضاد التهابات او مضاد حيوي. يبقى لازم نعالج الربع الاول المصاب. دي حاجة احنا قلنا دي في البقرة اللي احنا بننشفها بنعمل معاها كده. البقرة اللي انا هوجبها اوجبها ازاي؟ النهاردة الصبح حلبت، بالليل وتاني يوم الصبح افوته، تاني يوم بالليل احلبها، بعدها بيوم اقوم جايبها مدخلها الصالة الحلابة واحلبها كويس واقوم مديها المحاقن بتاعتي. بس لما انا بوجبها بتاكل ايه؟ ما هو دي النقطة. ما ينفعش ان انا لما بوجبها تاكل الاكل الحلاب اللي هي كانت متعودة ان هي تاكله، لا انا بديها حاجة على اساس ان لبنها يرفع، دريس شوية قش معاهم على اساس ان اللبن يرفع في اثناء لما انا بكون بوجبها. وبعد ما بوجبها بقوم جاي مديها ايه المحاقن بتاعتها ومنشفها ومدخلها على الدريس لمدة أسبوع على ما ترفع لبنها، وبعد كده أبقى أديها اللي هو ال 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 العلفة بتاعتي، إن هو دايما البروتين بيكون قليل بقى قبل ما 5 كيلو 4 كيلو في اليوم، قبل ما تكمل ال 45 يوم أبدأ إن أنا أزود العلف وأطلع بالبروتين العالي الحلاب اللي هو 21 بتاع ده ميلانو. الكلام ده في الباقي من الهولوشتاين. انما عندك لو هي جاموس اشتغل فيه ال 19% المكبوس، جايب نتائج كويسه جدا. ديت يا جماعه نقط مهمه وسهله بس مع الاسف كتير بيقع فيها. النهارده العجله او البقره او الجاموسه لو وقعت منك عليه العوض، باظت، لو حصل فيها التهاب ضاع منك 20-30 ألف جنيه في غمضة عين، وانت السبب، انت السبب. لانك انا بقول للناس يوميا وبيفضل اقول له سمعت الفيديو، سمعته بس هو قال لي كذا. لا مفيش حاجة اسمها هو قال لك كذا، لان هو اللي انت بتكلمه او اللي انت بتعرفه يبقى طالما هو قال لك كده يبقى ما يعرفش حاجة. يبقى لازم الناس تعمل الحاجة الصح. واحنا قلنا الناس اللي بتقول لك السلاج ما ينفعش للبقر اللي هو هيولد، لا السلاج كويس جدا في المزرعه. بس على فكره يا جماعه احنا مالناش دعوه بالسلاج، احنا ما بنبيعش سلاج. شويه من الوكلاء بتوعنا بيبيعوا سلاج مع العلف، احنا مالناش دعوه بالسلاج دوت، احنا لنا دعوه بعلفنا فقط لا غير، علف دهب ميلان سواء تسمين سواء حلات. فانت النهارده لما تيجي تأكل السلاج مهم جدا عندك في المكان في المزرعة بتاعتك. ديت نقطة كده حبيت ان انا اصبح عليكم كده. واي حد عايز استفسار خش كلمني. اخوكم محمد سعيد موسى صاحب علف دهب ميلانو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.